ان احنا دايرين نقول المسألة دي كلها بالنسبة لنا في لجنة التفكيك مفهومة، ونحن الشيء دايرين نأكده نحن بنواصل في مهمتنا تحت التفكيك، ومهمتنا بتاعت التفكيك دي ستشمل بالضرورة وبالأولوية مثل ما نص القانون على ذلك المؤسسات والأجهزة العدلية النيابة والقضاء، لأنه ديل أكثر مؤسستين بيعيقوا عملية العدالة في البلاد. وأمكن حسي أنتوا شايفين المسألة شنو، رغم أننا نحن يعني صدرنا بعض القرارات في هذه المؤسسات. الكلام بأنه هذه اللجنة ترهب ولا غيره، ترهب الذين سيسوا هذه المؤسسات العدلية، وأي زول بيشتغل بشكل مهني داخل هذه المؤسسات اللجنة ما شكله. وحتى نحن أكدنا أنه ما الموضوع، لكن السلطة والمؤسسات العدلية يجب أن لا تسيس. ونحن لو كنا دايرين نسيس هذه المؤسسات من أول يوم كان طلعنا لجماهير شعبنا وقلنا الكلام ده والله كذا وكذا وكذا وكذا، رغم أن هذا حقهم كان يتملكوا المعلومة، لكن كنا حريصين بأننا نحن ارتضينا سيادة حكم القانون وأن تتم كل الإجراءات بواسطة المؤسسات التي نص عليها القانون. نحن بنأكد مرة ثانية نحن هنواصل في المهمة، مهمة التفكيك لن تتوقف على الإطلاق.